خير عليكم ومرحبا بكم سوا على شان يوتيوب لابيل اسيات دي زيد. راني معاكم اليوم كيما راكم تشوفوني حضرت لي تابلياتيل بلا صوص بلي كروفيت صوص كريم فريش كيما راكم تشوفو فيها جاو بنان بزاف. وصفة سهلة سريعة فيت في توجد فوالا بنان 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 بزاف. لي كروفيت لي ما يحبهمش يقدر يرمبلاسيهم بالبولي بصومون فومي كيما حبيتو رمبلاسيهم كيما حبيتو. انا نعطيكم ليدي وانتوما ديروا واش حبيتو في المكونات بدلو كيما تحبوا. هذا هو طبق اليوم. دوك نجوزو الى كيفيه التحضير. نجوزو هنا لطريقه التحضير. عندي شويه زبده ليكيفالون تاع مغرف كبيره تاع الزبده، ذوبتها مع شويه زيت باش ما تنحرقليش الزبده. غير الذوب نحط لي كروفات ديالي ونقليهم فوالا ونقليهم. هادو ما سي دي كروفات كونجلي دونك خليتهم دي كونجلاو وحطيتهم هكذا يتقلاو. اونطرو هنا كيما راكم تشوفوا راني نغلي بشويه ماء باش نطيب فيهم لي تاغلياتيل ديالي ولي ما عندوش تاغلياتيل دي بات دي سباغيتي او شوا كل واحد واش يحب. تقدروا ما ديروا لهم الرز يجي تاني بنين. كيما راكم تشوفوا هنايا ابخي ما تخلاو لي لي كروفيت وشرب كاع هذاك الماء اللي تلقو خليتو حتى نشفو كامل، نجي ندير لي زيبيس ديالي ندوزنهم. ندير شويه ثوم اون بودر اللي ما عندوش يدير زوج سنينات ثوم، شويه تاع الفلفل الكحل و كوم سي دي كروفات سيغ جولي دونك ما عندهمش لو غو بزاف، جيساي دو رولفي لو غو ديالهم بشويه تاع الكوري. فوالا نخلط كلش ونجي جو دي غلاس بال بلا كريم فريش لا كريم ليكيد. نقولو ليكيفالون تاع 20 سنتيليتر واحد الكاس هكداك تاع لا كريم. فوالا هكدا نخلط ندير شويه زعتر ولا دي زارب دو بروفونس اعشاب عطريه دونك كيما يحب. انا نحب بيان زعتر دونك ندير شويه زعتر نطلقها نخليها هي تن تطلق البنه ديالها. فوالا دوك هنا نقدر نزيد ندير الملح ما درتش ندير شويه ملح وهكذايا نزيد شويه ما شويه برك. فوالا واحد الفنجان هكذاك تاع الماء فوالا ونخليهم يغلو اي براتيكمون راهو واجد. فوالا الماء ديالي هنا راهو غلا نحط لي تاغلياتيل هام لي كيجو هكدايا. فوالا درت الملح في الماء ديالي ونحط اون كونتيتي تاع لي تاغلياتيل واحد 250 غرام على حساب الافراد العائله. فوالا ونخليهم يطيبوا بعقلهم وشنو نحركهم شويه. هاي لاصوص ديالي هنايا راهي تغلي صيبا غلات هكذا شويه ونطفي عليها راهي واجده. هاوليك الطبق تاع اليوم راه واجد سامبل اكسبريس سريع بزاف يوجد في 10 دقائق سهل مهل وبنين بزاف. فوالا راني شبعتو هنايا بشويه معدنوس حطيت لي تاغلياتيل ديالي وزدت عليهم لاصوص تاعي من الفوق. فوالا فوالو سيتي لا روسيت تاع اليوم تاغلياتيل او كروفيت صوص على كريم. ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله تسيوه يا بيانتو ان شاء الله pour une autre recette. يعطيكم الصحه.